وأنا قلت لكم تعالوا نتولى المسؤولية. يعني ما قلت لكمش أبدا إن أنا الموضوع ده أنا لها أنا لها وأخلصكم، لا لا، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا الكلام ما بيتغيرش. طب ليه ما بيتغيرش؟ لأن التوصيف ما بيتغيرش، التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد إحنا. وقلت قبل كده 100 مرة العمل والصبر، العمل والصبر، الصبر لوحده ما فيش والعمل لوحده ما ينفعش، لازم الاتنين مع بعض نشتغل ونصبر عشان